السلام عليكم الاخوان. عندنا الاشجار ديال الليمون كاين بعد منا كيكون فيها بعض الامراض والتكمش ديال الاوراق ونقص بعض البروتينات وبعض الفيتامينات. الاخوان الطريقه هذه كنعوضوا هذا السطل ديال الماء مع عادي. هذا السطل كان فيه الغبار، داكشي الماء موسخ. كنشدو كنديروا واحد جوج معالق ديال الخميره، حبوب خميره ديال الخبز، ها هي بالنسبه للاخوان. هاد الدوزاج راه كثرتو شويه حتى نديرو جوج ديال الاشجار، كل شجره، وهاد الاشجار راه كبيرين شويه، يعني كل شجره غادي نديرو لها جوج معالق، وغادي نديرو عاوتاني جوج معالق ديال السنيده. جوج معالق ديال السنيده عاديه. الاخوان غادي نحركوهم مزيان باش يتمزجوا مع بعضياتهم، لان الدور ديال السكر مع الخميره هو اللي غادي يخلي الخميره تتفاعل باش ما تتكلكلش وتتعجن. يعني السكر غادي ما غاديش يخليها تتكلكل وتتعجن، غادي تخليها تتمزج مع الماء بواحد الطريقه اللي مزيانه. كما كتشوفوا الاخوان بهذه الطريقه هذه، يعني تخلطوا مزيان وتضيفوا كسامات للشجره. يعني هذا راه تقريبا كيعطي الحديد، كيعطي الفوسفور، كيعطي بزاف ديال الحوايج للشجره، ومنها كيقوي المناعه، المناعه ديال الشجره كترتفع. انا غادي نوريكم الاخوان الشجره اللي غادي نستعمل معها، يعني نستعمل فيها هاد السميد. طبعا راه كنعتمد على التسميد الغبار بلدي، يعني الغبار عضوي عادي، ولكن الا لاحظت ان كاين شي امراض ولا شي حاجه هاد الحاله كنستعملها نادرا. يعني كتكون الشجره ما مثمره، لا ما كاين ازهار، ما كاين ثمار. يعني راه الخميره كتاثر على الـ على الـ على الثمار، وكتاثر على الازهار ديال الشجره، يعني في واحد الوقيته اللي كيكون ما فيها حتى شي حاجه، يعني غير الاوراق مكمشين والنمو ديالها ثقيل، كتسرع على النمو، يعني بزاف غنيه عن التعريف. المهم الاخوان خليكم معنا، غادي نمشيو للاشجار. شوف الله الاخوان على طبيعه واعره، طبيعة رابعة، الحمد لله كاين الخير هاد العام، تبارك الله مع تساقطات المطرية اللي دازت ولله الحمد. هانتوما كيما كتشوفو الإخوان الحامض، تبارك الله عندنا يعني واحد النمو هائل تبارك الله. ها السماد العضوي كيما كتشوفوه، يعني هادي باقيين غادي نقصوها وغادي تعاود تسقى. بالنسبة للإخوان عندنا هاد الشجرة هادي، هاد الشجرة هادي اللي لاحظتو، يعني الأوراق ديالها شوف كيفاش كاين واحد الصدى وكاين نقص في التغذية. شوف يعني النمو ديالها ثقيل بزاف، ومنها الأوراق مريضة. شوفو كتشوفو الأخوان، كبلة نص طل، بقى الاخوان عندنا هذه الثانيه. هذه العمليه هذه غنبقى نكررها كل شهرين، تيولي النمو ديال هاد الاشجار كيما خوتهم الاخرين. حتى هادي ضعيفة شوية، تاهي غادي نديرو ليها واحد شوية، يعني الدوزاج مخصوش يكون كثير. نحيدو هاد لي بارازيت.